ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وفيديو النهارده هو فيديو مشتريات، بقالي كتير جدا ما عملتش معاكم فيديو مشتريات، فقررت النهارده اطلع لكم مشترياتي البسيطه، حاجات كنت محتاجاها الفتره اللي فاتت. انا ما عملتلكوش مشتريات العيد، استخدمتها على طول فما عملتلكوش اي مشتريات خالص الفتره اللي فاتت دي، فحبيت ان انا اشارك معاكم الحاجات البسيطه اللي انا جبتها الفتره دي بالاسعار بتاعتها. ولو حابين تعرفوا المكان اللي انا جبت منه الحاجات دي اكتبولي في الكومنتات، وانا هكتب لكم رقم البنوته اللي انا جبت منها الحاجات دي. تمام، اول حاجه جبتها من على بيج من على الفيسبوك، كانت بتنزل اعلانات بقى لها فتره، وانا اصلا كنت سامع عن الموضوع، وهو الستان. تمام، التوك الستان وكفر المخدة الستان، كنت سامع عنه بقالي فترة طويلة جدا وكنت نفسي اجرب الموضوع ده. تمام، اوريكم بس الشكل واقولكم التجربة بتاعتي سريعا كده، وبعد كده هعمل لكم فيديو بقى بعد ما اجربهم بشهر او شهرين. يعني ده شكله، بصوا ده كده كوفر ساتان 59 سنتي او 60 سنتي حاجة زي كده، في 40 سنتي العرض تقريبا. انا بقول لكم الاحجام تقريبا، انا اخترت اللون البيربل ده، حلو جدا عشان غامق وفي نفس الوقت اللون هادي وبيدي كده يحق بلون اللافندر كده بالليل. تمام، ده انا استخدمته، يعني انا جايبهم بقالي اسبوعين بالظبط او 10 ايام. تمام، هو كويس، يعني حاسه مثلا ان هو يعني بيقلل هيشان الشعر شويه، بيساعد ان الشعر ما يفقدش الرطوبه بتاعته، بس هو يعني مش افضل حاجه في الدنيا، عادي المخده العاديه عادي جدا برضو، مش مضره الضرر اللي هو يعني مش هتضر شعرك مثلا توقعه وتبوظه وتخربه، لا عادي المخده برضو مش هتضرك الضرر اللي هو في دماغك يعني. تمام، فعايزه تجيبيه تجيبيه، مش عايزه تجيبيه يعني استني برضو ما اجرب كده واشوف تجربتي الكاملة واعمل عليه فيديو كامل ونتكلم برضو في الموضوع باستفاضة يعني. تمام، وجبت الاتنين التوبك الستان دول بقى اللي انا رشحهم لك وبشدة، من اجمل التوبك اللي استخدمتها في حياتي بجد، مش بتقطع الشعر ولا شعرية بتطلع في التوكة وانتي بتشيلي الشعر، بجد بتشد التوكة قصدي او بتشيلي التوكة ولا شعرية حرفيا بتطلع، بيحافظ على كمية الشعر اللي هو ماسكها. يعني انا بحب اعمل دي الحصون بس بخاف من القفله بتاعه التوكه، او مثلا يطلع الشعر مع التوكه وكده. من ساعه ما استخدمت دول بجد الاثنين اجمل من بعض، والاثنين فعليا بيحافظوا جدا جدا على الشعرايه ومش بيطلعوا شعر ابدا ولا بيقصفوا الشعر. زائد كمان ان انت لو مش عايزه شعرك يتكسر مثلا بتستخدميها، يعني وانا عامله سشوار كنت رابطه شعري بيها، شعري ما تقصرش ابدا بربطه التوكه. انا شعري بعمله ويفي كده لاني بعمله طفيره طول الوقت، طفيره في البيت يعني وبنام بيها وكده، بس لو انت عامله سشوار وخايفه على شعرك في العيد وكده فتستخدميها، بجد تحفه. وكانت الواحده ب 17 جنيه، كفر المخده كان ب 60 جنيه. تمام، ده كده اول حاجه من بيج الفيسبوك. بعد كده جبت من على جروب الحاجه بقى اللي هوريها لكم دي، انا حمام الكريم بتاعي الاثنين قربوا يخلصوا، سواء روسكا او سواء اللي هو كاراتيه. تمام، خلاص فاضل له حاجات بسيطه، يعني الاثنين مش هيقعدوا معايا شهر تقريبا، فانا بحب قبل ما الحاجه تخلص بشهر بحب اعمل ستوك من الحاجه. ليه؟ لان ممكن وقتها ما يكونش معايا مثلا فلوس، مفيش وقت ان انا اشتري، لاني اتحطيت في المواقف دي اللي لازم يعني الحاجة خلصت ولازم اجيبها النهاردة، بقعد ادوغ بقى واقعد ادور ومش عارفة ايه وكده. فبدأت ان انا احب اعمل ستوك من اي حاجة قبل ما الحاجة تخلص بشهر، وممكن شهر ونص وممكن شهرين كمان عادي، المهم ان انا بكون مطمنة ان انا معايا ستوك من الحاجة دي. فانا جربت حاجات كتير يعني من حمامات الكريم، لما لقيت ده مجربتوش مشفتوش قبل كده فقلت ان انا اجيبه. اللي يعرفه يقولي في الكومنتات تجربته معايا عاملة ازاي، حابة جدا ان انا اعرف. بصوا هو هنا شبه علبة التونة، بيتفتح زي علبة التونة كده من هنا، التغليفة بتاعته غريبة وأول مرة أشوفها، اسمه بايو سوفت. تمام، كان في أنواع كتير منه، كان في بجوز الهند وبالأفوكادو اللي أنا جبته ده، وكان في أنواع كتيرة بس أنا اخترت ده إني نفسي أجرب أي حاجة بالأفوكادو للشعر، عمري ما استخدمت مثلا شامبو أو كونديشنر أو ماسك فيه أفوكادو، فحبيت جدا إن أنا أجربه المرة دي.
ده كان سعره 60 جنيه، ومكتوب ان هو 98% طبيعي، وهو الماركه بتاعته اسمها باي سوفت. تمام، انا ما جربتوش قبل كده، فمتحمسه جدا ان انا اجربه وعايزه اشوف هيعمل ايه مع شعري. هو المفروض ان الشعر الكيرلي، بس مش عشان مكتوب شعر كيرلي يبقى لازم اللي يجيبه يكون شعره كيرلي. كان فيه بالكوكونات وكده، بس انا كده كده بعمل يعني زيت جوز هند لشعري كحمام زيت، فحبيت يعني انا استخدم الافوكادو المره دي. كان سعره 60 جنيه. عايز اقول لكم حجمه كام، هو تقريبا مش مكتوب يعني حجمه كام، لا مش مكتوب حجمه كام، بس هو حجمه كبير زي ما انتم شايفين، هيقعد معايا فتره طويله وحابه جدا يعني انا استخدمه كده. تمام، بعد كده كان بقالي وقت حلو كده عايزه اجرب السيرم بتاع الرموش والحواجب ده من اتيتيود هاوس، ده الاصلي. تمام، انا اتاكدت ان هو الاصلي بكل المواصفات اللي فيه، بالباركود بكل حاجه. ده انا جبته ب60 جنيه. تمام، ده الجمله بتاعته يعني. لسه اول مره استخدمه دلوقتي حالا، فانا مش عارفه، المفروض الايفكت بتاعه يظهر بعد 30 يوم. انا متحمسه جدا جدا ان انا اشوف النتيجه بتاعته سواء على الحواجب او على الرموش. انا جايباه اصلا عشان رموشي ضعيفه جدا الفتره دي، فحبيت ان انا اجربه الفتره اللي انا فيها دي، عايزه اشوف بقى النتيجه بتاعته وانا بقى رموشي ضعيفه، لان قبل كده رموشي كانت طويله وتقيله. حواجبي عادي ما فيهاش فراغات، ممكن لو طول الحواجب او طلع شعر جديد عادي برضو ما عنديش اي مانع، بس اهم حاجة ان هو يعمل افكت مع الرموش، يعني انا جايبه اصلا عشان رموشي. فحابة جدا ان انا اجربه، اكيد هعمل لكم ريفيو عنه اول ما اخد اي انطباع عنه، بس لازم اقل حاجة استخدمها شهر، يعني انا ما بحبش استخدم الحاجة كده واطلع اتكلم عنها الا اذا كنت انا متأكدة من النتيجة بتاعتها، عشان اديكوا ريفيو كامل، وسواء انصحكوا ان انتوا تجيبوه او انصحكوا ان انتوا ما تجيبوهوش وتفككوا وتدفعوا فلوسكوا في حاجة تانية. تمام، بعد كده انا بستخدم طبعا ليب بالم من ماي واي، وبستخدم ليب بالم تانية كده الترطيب بتاعها عميق شوية، بس انا بحب الليب بالم الكوري جدا. بتاعتي خلاص خلاص يعني فاضل لها مرة او مرتين، 3 مرات بالكتير وتخلص خالص. فطبعا طبعا جبت واحده غيرها عشان بتديني لون حلو. انا بحب اي ليب بالم تديني لون ثابت احطها، ما اقلقش بقى ان انا اكل او اشرب فلقيت مسحه زي بتاعت ماي واي. بتاعت ماي واي دي بتدي افكت وقتي يعني، انا حطيتها دلوقتي فبكره يعني مش بكره يعني، حطيتها دلوقتي مثلا فبعد نص ساعه بالظبط ولا كاني حطيت ليب بالم اصلا. فانا بحب الليب بالم الكوري بسبب الحاجه دي، ان هو بيفضل قاعد معايا وقت طويل لمده 6 أو 7 ساعات، شفايفي بتفضل لونها بينك. تمام، والبينك مش الاوفر، البينك الحلو، وبتدي الترطيب بتاعها ترطيبها متوسط، ولكن انا بحب اللون بتاعها جدا في البيت لاني مش بحب الروج قوي، ولو نازله برضو بحط الليب بالم الكوري. تمام، اخر حاجه دي اتبعتت لي جيفت، ده يا بنات سعره 17 جنيه ونص. تمام، اخر حاجه اتبعتت لي جبته هو الكحل الاسود ده، اسمه بونجور، انا مش مجربتوش قبل كده تقريبا كده بيتبرى. ده شكله هوريكم برضو السواد بتاعه، هو طري كده، انا لسه مجربتوش بس هو طري، ويعني حاسه ان هو كده بيتفرد بسهوله، برضه هبقى اعمل لكم ريفيو عليه. تمام، بس كده يا حلوين، دي كده كانت كل المشتريات بتاعتي، مشتريات بسيطه والفيديو صغير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للشانل، وهسيب لكم لينك الانستجرام وتيك توك وكواي في اول تعليق مثبت، روحوا تابعوني هناك عشان نكبر كل الاكونت. وباي حلوين.